أغلى الأحباء، مساء الخير على حضراتكم، يا رب ليلة جميلة على الكل. سعيد وليا الشرف الكبير إن أنا بلتقي مع حضراتكم في كل ليلة، ربنا يديمها عليا نعم إن أنا أشوفكم وأستمتع بحضوركم. كالعادة كل 3 ساعة 8 مساء في برنامجكم ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. أولا أنا بعتذر بشدة لسبب خارج عن الإرادة إن أنا ما قدرتش اتواجد معاكم في الميعاد المطلوب، مع عفوا لسبب خارج عن الاراده، كان لازم ابقى يعني في مكان معين، وارجو ان حضراتكم تتقبلوا الاعتذار. لكن بدل ما نلغي الحلقه كلها اثرت ان احنا نتاخر شويه، بس نكمل حلقتنا مع بعض. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في حلقه بعنوان جميل مهم جدا اسمه الانتحار الوجداني او الايموشنال سويسايد، احيانا بيسموه الانتحار النفسي سايكولوجيكال سويسايد. انا هفكركم في دقيقتين بالظبط باللي قلناه عشان اخش في موضوع النهارده. قلنا ان الانتحار النفسي هو عباره عن محاوله للانسان انه يقرر قهريا ايذاء نفسه، رغم انه عارف ان اللي بيعمله ده بيموته، مش بيموته نفسيا. وقلنا ان ده نوع من اذى النفس، ان البني ادم بيأذي روحه. ده اكثر شهره من الانتحار الجسدي، اللي هو ان الانسان ينهي حياته، ولكنه اقل ادراكا مننا. يعني ممكن احنا ما نبقاش عارفين ان احنا بنعمل كده، لكن احنا بنحاول نشرحه نفسيا. المرة اللي فاتت اتكلمنا على نقطة اسمها العلاقات المؤذية. قلنا ان في ناس عفوا في حياتها علاقات مؤذية جدا، سواء من الاقارب او من الاحباء او من الاصدقاء واحيانا من الازواج، ورغم انه عارف ان العلاقة مؤذية وانه لازم يوقف الاذى ده. طبعا في حالات الزواج الموضوع خاص جدا، لان هو مش بينهي العلاقة، هو بيحجم الاذى بتاع شريك الحياة، ومطلوب منه يعمل كده، ومطلوب يروح وزي ما قلنا المشير. لكن في الامور الاخرى زي الاصدقاء او المعارف او الجيران او زملاء العمل، لازم يوقف الاذى، لان استمراره في الاذى ده بيموته. طب هو ليه مكمل؟ هو ده اللي احنا بنسميه التكرار القهري، انه بيستلذ بالاذى ودون ان يدري، زي ما احنا قلنا قبل كده، زي المثل الشهير اللي بيقول القط بيحب خناقه وهو بيروح للاذى برجليه. طب انت مكمل في العلاقه المؤذيه دي ليه؟ وزي ما قلنا فكره الضحيه والجاني، طب انا ضحيه ليه مستمر مع الجاني بتاعك؟ وحكينا قصص كتيرة جدا عن حتى علاقات حب مبتورة، أو علاقات خطوبة مبتورة، أو علاقات مقدمات زواج مبتورة، وهي عارفة إنه بيأذيها، أو هو عارف إنها بتأذيه، ومع ذلك مكمل مش قادر يوقف الموضوع ده. إحنا ممكن ترجعوا للحلقة اللي فاتت ليه بقبل الأذى، وقلنا إن في تاريخ قديم للفكرة النفسية دي، إن هو اتأذى وهو صغير فارتبط جواه الحب بالأذى، وإنه مش قادر يفهم يعني إيه احب واتحب من غير ما اذي، لان ابويا اذاني فابويا بحبه وهو بيأذيني، والاتنين جايين مع بعض في باكج واحده. فارتبط جوايا ذهن في ذهني ان الاذى مرتبط بالاب او بالام، فبكبر وعندي رهبه من ان انا اوقف الاذى ده في انسان بحبه او بيحبني. ما اتعلمتش من وانا صغير اقول لابويا لا انا بحبك، ومع ذلك رافض تصرفاتك، مع ان منتهى النضج انك تحب ابوك وترفض اذاه، وتفرق ما بين الاثنين. فاهمين الفكره ازاي؟ جارسيا ماركيز اللي هو واحد من اهم كتاب العالم المحدثين من كولومبيا، هو قال الكلمه دي، انه الانسان يبلغ مدى النضج عندما يدرك حبه لابيه ورفضه لاذاه. فالكلمه مهمه جدا، ان ترفض اذى الاب ده شيء من النضوج، انك تفرق ما بين الاثنين. بس عقبال ما بنوصل للفكرة دي بنبقى كبرنا، ومحتاجين حد يكون يعني ناضج مشوريا، ويقعد معانا قاعدة يقول لي ممكن تحب بابا جدا، يقول لي طب ما بابا ده زمان. اقول له دلوقتي بقى تعمل كده جوه نفسك، انك ترفض اذى انسان بيحبك، وتقول له اه لازم اواجهك. طب ولو ما فهمكش او ما قبلكش، عليك انك تاخد خطوة تراجع او بعد او مقاطعة او عدم تعامل او رفض، لو رفض عتابك او مواجهتك يعني. تمام. وقلنا ان ده امر قد يتطلب تدخل متخصص، لان مرات الامر بيبقى اكبر من طاقتي، وازاي انا احمي نفسي من اذايا لنفسي او استمراره في اذايا برغبتي.
الكلمة مهمة. استمراره في أذايا برغبتي، أنا اللي موافق يأذيني، أنا اللي رايح له برجليا وبقول له أذيني. يعني ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. الكلمة التانية اللي اتكلمنا عليها هي اسمها جلد الذات، دي يمكن تقريبا وقفنا عندها المرة اللي فاتت، قلنا هنقولها النهاردة بالتفصيل، اللي هي اسمها ضمير الذنب. في فرق بين الذنب الطبيعي ان انا اغلط، وارجو بقى الحلقة دي تسحولي شوية كده، ولو في بقين شاي ولا بقين نسكافيه، مش عارف الساعة كام دلوقتي، لو ينفع نشرب بق نسكافيه ونركز، انها مهمة جدا جدا وتصيب اكثر من الناس المتدينين اللي اغلبهم حضراتكم قاعدين قدامي. ليه بقى؟ لان احنا عادة لما بنروح كنايسنا ومجتمعاتنا المتدينة اكتر عظات اشاعة الذنب. طيب غلط؟ لا مش غلط، لكن المفروض أثناء العظة نقدم الخطية والأضرار، ونقدم إحساس الندم والتوبة، ثم نقدم مع الخطية والأضرار فرحة قبول الله للنفس البشرية. مهمة جدا دي، من غير دي تدخلك في الشعور بالذنب. إيه الفرق بين الذنب والذنب الوهمي؟ هي دي المحاضرة بتاعت إنه الذنب هو إنك تبقى غلطت فتقول أنا آسف. الذنب الوهمي إنك تعتذر لله وتقدم توبة حتى اللي غلطت في حقه ومكمل بقى. بعتذر لله نقطة، خلصت نقطة، خلصنا خلاص. أخطأت للسماء وقدامك، لست مستحق، تفضل البس الحلة الأولى، الخاتم، الحذاء، العجل المسمن، الرباعية الجميلة اللي عملها أنت، ابني هذا كان عفوا ميتا فعاش، كان ضالا فوجد، نقطة، خلصت، دخل البيت، نأكل ونفرح على طول. طيب خلصت بالبساطة دي؟ اه خلصت. حتى كناسيا واحنا في القداس بنتناول، تبص تلاقوا مهرجان الحب الإلهي يبدأ عند تقديم الذبيحة الإلهية في صورة الجسد والدم، في المرابعة الجميلة ما بين الكاهن والشماس، انه احنوا رؤوسكم للرب، انصتوا بخوف الله، يرد الشماس على الكاهن ويقول له خلصت حقا وما روحك ايضا، وبعدين يرد الكاهن يقول القدسات للقديسين. ياه احنا كنا بادين باحن رؤوسكم احناء التوبه، بعديها بخمس ست جمل القدسات للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح وابنه الامين. ايه الجمال الحلو ده، ان تعلن الكنيسة قبولها للتائبين وترحيبها بالناس اللي كانوا من شوية ساجدين في عشاء عرس ابن الملك زي ما احنا بنقول. لكن فكرة انك انت تبقى لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت ومفيش وراها رد ليه بهجة خلاصك، يبقى ضمير ذنب. هنا تبدأ بقى الذنب المرضي. عفوا، جلد الذات والمشنقة اللي البني آدم بيعملها لنفسه، والكرباج واللسوعة، إن الإنسان مش قادر يسامح نفسه. صوت جوايا قهري بيقول لي أنت مقصر، أنت وحش، فبقعد أعمل لنفسي حاجة اسمها سيلف بانشمنت، إيذاء مستمر للنفس بإني وحش، أنا وحش. طبعا ورا القصة دي أحيانا بيبقى فيه تربية يعني منزلية خاطئة، وتربية مدرسية خاطئة، وتربية كنسية خاطئة. منزلية الأب أو الأم اللي طول الوقت محسسني إن أنا غلطان، وهنا أقدم تحذير للآباء والأمهات اللي ما بيفوتوش، اللي ما بيسامحوش ولادهم على طول، اللي ما بي... طبعا الولد في فرق بين العاصي والخاطي. العاصي اللي هو مستمر في خطيته ده ياخد تأديب، لكن أول ما الولد يقول غلط على طول بابا ياخده في حضنه، او ماما تاخده في حضنه، تاخدها في حضنها على طول. واستمرار اشاعة الذنب، انت غلطان انت غلطان، يطلع الولد مش قادر يسامح نفسه، مزعل ماما وبابا على طول. خدها على نفس الوزن في المدرسة، انه طول الوقت نمر وحشة في المدرسة، فالمدرس مش عاجبه درجاته، وبالتالي في البيت مش عاجبه درجاته، او يروح بقى الكنيسة تزيد الطينة بلة لما يبقى دايما الوعظ وعظ سلبي، انت وحش، انت خاطي، انت فاشل، انت ضايع، انت ساقط، انت هالك. الله، مفيش. طب ربنا بيقبلك يا اخي، كلمتين حلوين يرطبوا القعده كده يخلوها حلوه.
احنا ما بناخدش بالنا، بيتهيألنا ان هذا الوعظ على فكرة ده بيجيب نتائج كمان، غير انه بيشيع الشعور بالذنب بيخلينا متبلدين. انتوا عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي الكلاكسات، لما تبقى في شارع كله كلاكسات انت ما بتسمعش الكلاكس، ان كله بيضرب كلاكسات، فكلاكس على كلاكس على كلاكس على كلاكس، تلاقي ودانك تلمت، انا اسف التعبير. الوعظ الجميل اللي فيه تبكيت لازم يبقى معاه تبكيت موازي لجدول التوبة والترحيب بالله. يعني احيانا الموضوع يزيد لحتة الضلالات بقى، يعني احيانا الموضوع يبقى تأنيب ضمير مرضي، ان مش انا بس غلطان في حق نفسي، ده انا غلطان في حق اي حد. يعني يجي له ضلالات ذنب، انه طول الوقت غلطان، لدرجة ان هو اي حد يعمل اي حاجة يحس ان هو اللي غلطان. يعني مرات الموضوع يوصل لحد مرضي ويتطلب علاج. طبعا هنا القصة لابد يبقى واضح انه الموقف الانساني قبول الرحمة الالهية، ربنا سامحني نقطة، انا صالحت انسان نقطة. انت نفسك لما تيجي تعاتب حد بعد ما تعاتبه نقطة، ما تفكرش بعدها انك تكرر العتاب، لانك بتخسر نفسك وبتخسره. فاقطعوا خطوات الشعور بالذنب بعدم استمرار التأنيب المستمر. كان في مشهد في فيلم مشهور اللي هو دافنشي كود، لو حد فيكم شاف الفيلم ده مع اختلافي الشديد على ايديولوجية الفيلم، بس احنا ناس يعني واعية شفنا الفيلم وبننقده. في لقطة من لقطات الفيلم ده كان في مشهد لواحد راهب عنده زي انحراف عقيدي، راهب كاثوليكي يعني. الفيلم مصوره كده، انا ما بتكلمش على غير على الفيلم يعني. وهو كان بيعمل، كان جزء من انحرافه انه يعمل انه يقف قدام الصليب ويكتف نفسه ويربط روحه ويمسك سلسلة حديد كلها أشواك زي اللي اتجلد بيها ربنا يسوع، ويقعد يضرب نفسه وهو بيتهيأله كده إن هو بيعبد الله. مشهد ده مشهد بيشرح ما يحدث داخل النفس من تعذيب الإنسان لنفسه وجلدها بالشعور بالذنب. الله يقبل التائبين، وعدم فرحتك بقبول الله إهانة لذبيحة الصليب ولمحبة الله ليك، إهانة. أنا كأن ربنا بيديك هدية وأنت تقول له لا لسه أنا مش هقبلها. هدية الله للإنسان إنه أول ما بتقول له اغفر لنا ذنوبنا بيغفر في الحال. عشان كده حتى إحنا بنقول تدريب لطيف في الاعتراف. نفترض إنك أنت وقفت أمام الله أو أمام أب اعترافك وقفت تعترف يعني. فأنت عملت 5 خطايا. فبتقول له يا رب سامحني على الخطية الأولى، وتروح قايل إيه الخطية؟ فاعترفت اهو، دي تبقى نمرة كام؟ مش 2 برضو، 1، لان خلاص 1 دي اتشالت. فتقول له سامحني على الخطيه الاولى برضو، والتالتة برضو تبقى الاولى، مفيش تانية، مفيش تالتة، لانه بمجرد ما قلت له سامحني هو سامحك. فربنا ما بيعدش ورانا، ما تقولوش الاولى التانية التالتة الرابعة الخامسة الاولى. ليه؟ لانه اول ما قلت له سامحني سامحك. حتى لما الابن الضال او الشاطر رجع لربنا في لوقا 15، لسه بيقول له اخطات، لسه بيقول له لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجراك، ما كملهاش. وكأن الاب حط ايده على ابوه وقال له اوعى تكمل، طالما قلت اخطات ملهاش دعوه باجراك، انت مش خدام، انت ابن، ده انا جاي ومتبهدل وهدومي برائحة الخنازير ولبسي متسخ وأقدامي ممزقة، أنت ابني. فدي نقطة مهمة جدا. برضو في نقطة تالتة من ضمن جلد الذات اسمها المثالية الزائفة أو البرفكشونيزم. المثالية الزائفة تابعة لشعور بالذنب، دي يمكن تاخد حلقة مستقلة بس أقولها بالمرة، اسمها أن لا ترضى أبدا عن نفسك. دي برضو نوع من التربية المزيفة. احنا طول الوقت عاوزين نكلم عيالنا على البيرفكت، مفيش في الدنيا بيرفكت على فكرة، البيرفكت الوحيد الكمال فقط لله. حتى لما بيقول كونوا كاملين، كاملين نسبيا كما أن أباكم كامل، لأن الكمال المطلق لله.
كاملين يعني أن نجتهد في الكمال إلى ما نستطيع أن نصل إليه، كل واحد حسب نفسه. يعني مثلا صلوا كل حين ولا تملوا، هل المقصود بكلمة صلوا كل حين سعادتك تبقى بتصلي 24/7؟ هو طبعا لو أنت عاوز تقيسها بالكمال قيسها كده، بس مين اللي بيصلي كل حين؟ يعني كلما تستطيع. لكن خش بقى على واعظ ما فاهم الفكرة نسي نفسه وسخن نصلي طول النهار، ما هو مين اللي بيصلي طول النهار؟ ما نقدرش. طب صوام، هل واحد يقدر يبتدي حياته بصوم أيام وأسابيع؟ مين اللي بيقدر يعمل؟ على قدر ما تستطيع. فلما بنقدم المثالية في ضوء إمكانياتك بتبقى مقبولة. في ناس بتنتحر وبتأذي روحها بالمثالية الذائفة. فعلينا دائما أن احنا نتبع منهج المثالية المتاحة المقبولة والممكنة وليست المستحيلة. اخر حاجه بقى اقولها عشان نبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا، انا المره اللي فاتت كلمتكم على حاجه اسمها الفولس سيلف، قلت لكم واحد اسمه دونالد وينينكوت، ده واحد عالم نفسي شهير انجليزي، هو كان عالم نفس اطفال، وشرح قصه طويله جدا اسمها الفولس سيلف او النفس المزيفه. قال ان النفس المزيفه دي عباره عن بني ادم بيقتل نفسه وبيدفع تمن مرير لقتل النفس انه يبقى بني ادم مزيف. يعني ايه بني ادم مزيف؟ يعني بسبب القهر المجتمعي او القهر المنزلي او القهر الدراسي او القهر الديني يطلع زي ما الناس عاوزة مش زي ما هو موجود. يعني ايه؟ يعني في الظروف العادية انا ببقى نفسي، عشان كده في حاجة في الاطفال اسمها التلقائية، التلقائية دي مع الوقت بتتهذب وبطورها بس بالراحة. لكن الفكرة ان انا ابقى مؤدب عشان بابا عاوزني ابقى مؤدب فما يصحش ابقى مؤدب غير قدامه، باظت النفس فبقيت انا قليل الادب من ورا، يمشي بابا من هنا وان غاب القط العب يا فار وان غاب بابا العب يا فار. وبالتالي في الخفاء بعمل ما اريد، في العلن افعل ما يريد الناس. يعني اخلاقي في العلن. عشان كده لو تلاحظوا في انجيل معلمنا متى الاصحاحات 5 6 7 اللي هي الموعظه على الجبل، تحدث الكتاب كثيرا على فم ربنا يسوع عن الخفاء، صلي في الخفاء، صوم في الخفاء، اعطي صدقه في الخفاء. يعني كون نفسك في السر مش قدام الناس. تعطي صدقه في العلن يعني انت مزيف، تعطي صدقه في الخفاء يبقى انت حقيقي. اللي بيحصل بقى ان البني ادم بينتحر بالطريقه دي، انه عاوز يبقى زي ما الناس عاوز، هو مش هو مش هو، فده نوع من انواع الانتحار. عشان كده القاعده بتقول ايه؟ بتقول انه تمام الصحه النفسيه بان تكون نفسك كما تكون نفسك، يعني مش عشان الناس. حتى بيقولوا في فن التمثيل والاداء الدرامي او الكوميدي او وات ايفر، الناس تحب قوي البني ادم الطبيعي مش المتكلف. وعلى فكره الناس بتحس، وانت نفسك بتحس، انا طبيعي ولا متكلف؟ يعني بعمل دور رول بلاينج مش انا. فكل ما تبقى طبيعي كل ما تبقى مرتاح وسعيد ومبسوط، وانك انت تبقى يعني ناجح وسط الناس. هختم كلامي بثلاث دروس للوقايه من الانتحار الوجداني. نمره واحد، اعمل وانجز وانجح، طول الوقت تنجح. لان العمل والانجاز عفوا مرتبطين بصورتك الايجابيه عن نفسك. لازم تبقى حاسس انك انت بتعمل حاجه في حياتك. حتى كان لسه في قرايب حد بيكلمني، طبيب شهير، بيقول انا كبرت بقى وعاوز اخد اجازه من شغلي. قلت له اوعى، طول ما انت في الشغل، طول ما انت ناجح، وطول ما انت حاسس بنفسك، هتقعد في البيت هتعجز. اوعى تعجز. انا اعرف يعني اطباء زملائي جم عند سن مثلا 75 او 80 وقالوا كفايه عياده قوي، يوم ما قعد في البيت يوم ما جات له الامراض كلها بقى ابتدينا ايه نركز في روحنا، سكر الصبح وضغط الظهر وكوليسترول بالليل ومغص مش عارف امتى، ما انا قاعد فاضي فاضي النفسي. جسمي كان طول الوقت ناجح، طول ما انا ناجح طول ما تنجز انجز زي ما انت عاوز، تعيش 1000 سنه لو انت بتنجز وفرحان، طبعا بالمعنى المجازي. نمرة اتنين، ان تحب. حب، الحب شفاء. حب مراتك، حب ولادك، حب نفسك،
حب صحابك. انت لو بتحب نفسك تكرمها، لو بتحب نفسك تصلي وتعبد، لو تحب نفسك ما تأذيهاش بالاكل الزيادة او بالخمول او بالكراهية او بغياب الفضائل، حب نفسك، حب صحابك. الحب وقود الحياة. نمرة التلاتة، ودي نقطة مهمة جدا، انك تصدق انك تستاهل، تستاهل تتحب وتحب، تستاهل تفرح، تستاهل تنجح، تستاهل تسامح نفسك. انا استاهل، صحيح انا وحش ما استاهلش، لكن بنعمة ربنا استاهل بركات الله ليا. استاهل مش لاني انا حلو، لانه هو اعطاني الاستحقاق ان اكون حلو في عينيه. فاحنا في حد ذاتنا لا نستحق شيء، لكن انا استاهل، استاهل ان ربنا يحبني انه مات عشاني، واستاهل ان ابقى انسان ناجح لان ربنا اداني امكانيات وطاقات، واستاهل ان انا اكرم نفسي. فكر في الحته دي. التواضع المزيف اللي احنا بنكرز بيه تواضع غلط. تواضع معناه انك انت تبقى عارف انك انت حلو قوي بسبب ربنا، ووحش قوي لو اتسبت، لو اتسبت لوحدك. انا كده اعتقد غطيت الموضوعين بتوع المرة اللي فاتت والمرة دي عن الانتحار الوجداني. يا رب نكون غطينا الحلقة بكل ما فيها من تفاصيل، وانتظروني الحلقة القادمة ان شاء الله في موضوع جميل وجديد بنعمة ربنا هيعجبكم جدا. ودلوقتي نفتح التليفونات لاستقبال تليفونات حضراتكم. معانا اول تليفون بنت الرب من القاهرة. الو الو الو، الو اتفضلي. دكتور مجدي معايا؟ ايوه حبيبتي اتفضلي، انا دكتور مجدي. يا دكتور انا معايا ابني عنده 6 سنين ايوه اتفضلي. وبيقوم الصبح كل ما بيقوم بيعطس. كل ما بيقوم بيعطس. بيعطس كتير. وانا اعمل لك ايه طيب وهو بيعطس الصبح؟ يعني هو كل ما بيقوم اليوم بيعطس دلوقتي، يعني انا عايز اعرف ايه السبب. يعني حتى لو مش الصبح، لو اي وقت بينام بيعطس، لا كل لو حاجه بيعطس. بص، لو بيعطس الصبح ماليش حل، ما عنديش حل، لكن لو بيعطس طول النهار يبقى عنده حساسيه في مناخيره. هو في النهار بيعطس برضه، بس الاغلبيه لما بيقوم من النوم، يعني يكون نايم وبيقوم. طب معلش عفوا، بيعطس كتير ولا حاجة بسيطة؟ لا بيعطس ورا بعض، يعني ممكن في يعني لما بيعطس يعني 7 8 مرات ورا بعض بيعطس على طول. والحالة بتعدي. أنا بس اكشفي على مناخيره إن احتمال عنده حساسية. هو عنده غدد لمفاوية في دوره، هو يعني غالبا ممكن عن يكون دي ممكن يبقى عنده حساسية ويكون عنده لحمية يعني. بس أنا لحمية في مناخيره. ما اللحمية بتيجي ورا المناخير الحقيقة. على فكرة هو سايبها، يعني سايب الزوز والتحمية. اكشفي بس على زوره، ممكن يكون مكانها فيه حساسية. بس انا عايز عندي ليكي نصيحة، يعني انت بتهوي الأوضة كويس وتنظفي السرير؟ بحول أوضة بنظف السرير. ولاجة نظفه لكم النهاردة ان شاء الله بالليل. لا انا بنظفها. طب بص، انا عاوزك تهوي الأوضة وتفتحي الشبابيك وتدخلي الشمس وتبقي تغيري الملايات من وقت للتاني. مرات في السرير في حاجة مشهورة اسمها حشرة الفراش، ما بنشوفهاش بعينينا المجردة، بس تتنظف وتتهوى وتغيري الملايات، لأن ممكن يكون عنده حساسية من الغطا، من الملاية. وأتمنى كل ده يكون قطن، ما يكونش حاجة صناعية يعني. ما يكونش ايه؟ ما تكونش الحاجات اللي نايم عليها او متغطي بيها مواد صناعية يعني، ما يكونش الملاية حاجة صناعي، تكون قطن طبيعي يعني. ولو سمحت اكشفي على مناخيره، بس اعملي الملحوظتين دول، نظفي السراير وهوي الدنيا وسيبي الشمس تخش، وتأكدي ان نوع الملاية قطن. خلاص ماشي. ربنا يكرمك ان شاء الله ويسعد حالك وتشتري لك ملايتين حلوين ان شاء الله. هاي ابن الرب من القاهرة تفضل. الو الو اي تفضل حبيبي، مساء الخير يا دكتور مات. مساء النور يا غالي تفضل. هو ان احنا سعداء بحضرتك جدا وربنا يديك الصحة. حضرتك انا كده اشكرك. بحس بتعمله الحقيقة في كل اسبوع، يعني العفو حبيبي تحت امرك. ربنا يخليك. انا عندي تمام 38 سنة. كل فترة كده بتجيلها مية في رجليها وايديها وشها، يعني جسمها بيجيب لك مية. ايوه عملنا حضرتك ايه وما فيهوش حاجة، تحاليل ما فيهاش حاجة، تحليل الغدة كاملة بسيط في السونار، مش في التحليل، التحليل كويس إلى حد كبير دكتور في الغدة، لكن دكتور السونار قال هي كاملة شوية. أني غدة، عايزين نعمل إيه؟ لفينا كتير و الغدة كنت الدرقية خاملة يعني؟ لا أفندم؟
الغده الدرقيه اللي خامله. الغده الدرقيه اللي كامله بتاخد كامله علاج؟ شويه في كامله شويه زيتك في السونار. لا، هو الغده الدرقيه ما بيبانش خمولها في السونار، بيبان خمولها في التحليل. لازم تبقى عامل احنا عملنا برضه تحليل طلع يعني النسبه لحد كبير معقوله يعني. لا بص حضرتك، معلش بعد اذنك، هو مفيش حاجه اسمها الى حد كبير، في ارقام. الرقم قليل ولا عالي ولا واطي؟ لا هو قليل العادي ولا واطي، هو قليل حاجه بسيطه. بص، الغده الدرقيه، حضرتك خليك معايا، الغده الدرقيه فيها عيب انه لو هي قليله حاجه بسيطه لازم تتظبط. مفيش حاجه اسمها حاجه بسيطه، لان ممكن حاجه بسيطه في الغده الدرقيه تبقى معامله لك المشكله دي كلها. حضرتك رحت لدكتور غدد قبل كده؟ رحنا لدكتور غدد وقالوا لا مفيش مشكلة، السونار مش مشكلة، إن هي كاملة شوية، لكن التحليل مفيش أي مشكلة، ما يعتبرش مشكلة يعني. الضغط يعني حاجة كويس؟ بحيث إنها تاخد دواء. الضغط كويس؟ الضغط كويس. تمام. والأملاح كويسة في جسمها، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلام ده؟ عملنا تحليل أملاح، يعني أملاح بسيطة ما تفرقيش، يعني نسبة الأملاح طيب العالية بسيطة أوي. بص، خليني أقول لك حاجة، هو الورم في جسمها كله ولا في رجل واحدة ولا في لا رجلتين؟ حضرتك في رجليها الاثنين وفي ايديها والوش، والناس ممكن يوصل لحد الركبة يعني. طيب بص حضرتك، مشكورا عشان تبقى عارف انواع الميه اللي في الجسم. الميه اللي في الجسم ليها 5 انواع، ودي حضرتك لازم تزور طبيب شاطر عشان يقول لك الانواع دي منين. الميه دي هتبقى من الحساسيه اللي في الجسم، في حساسيه معينه لاكله معينه او للبس معين، او ممكن من القلب، او ممكن من الرئتين، او ممكن من الاوعيه الدمويه، او ممكن تكون من الكلى. فالمفروض حضرتك لما تروح لدكتور يحدد لك النوع ده ايه. لو لقيت كل حاجة سليمة، على الأرجح هتبقى حساسية جلدية، يعني يبقى الجسم بيعبي مية نتيجة تعرضه للحساسية. فأنصح حضرتك الأول دكتور، سألت كل دكتور بطنه. روح لدكتور بطنة الأول يشيك عليك، إذا لقى مفيش سبب هيحولك على دكتور حساسية. هي حضرتك هي بتاخد او خدت دواء اللي هو مضر الكحول ميديوريتيك. ممتاز. بس هي خدته يعني، بتاخد يوم ما تنزل يوم ما تنزل وخلاص، ان هي كان بيتعبها يعني، ما هو حته هو هي حته سريعه حز ومخه وكده، فتاخد مره او اتنين بس وخلاص عادي. ما هو كويس كده، بس استشير دكتور حساسية، لان احنا مش عارفين السبب. هو انت خدت دواء ينزل البول، انما مش عارف السبب ايه. السبب بالظبط كده. لازم ترجع للسبب، وبالتالي امشي في السكتين دول، طبيب بطنة وطبيب امراض جلدية، عشان تكتشف اذا كان في طبيب حساسية، اسف، عشان لو في طب مشكلة بالنسبه تتعالج. لو عايزين نطمن حاجه اللي ما عملناهاش، اللي هي حضرتك الاشعه على الرئه، دي تبقى اشعه عاديه على الرئه عشان نطمن على الرئه. هو دكتور البطنة بيحدد لك، هي ان مش الأشعة بتتحدد بعد الكشف، يعني لازم يحط السماعة ويسمع الرئتين ويسمع القلب، يشوف هل الرئتين معبين ولا تمام. قافلين. فمش هقدر اقول لك الأشعة قبل الكشف. عشان ما اخش على سيادتك سؤال سؤال تاني وفاتك على السريع كده. اتفضل. ربنا يخليك. انا بنتي 10 سنين في سته ابتدائي مدرسه لغات، والحقيقه كل ما تذاكر كويس قوي تروح الامتحان ما يعني درجات سيئه جدا. هل ده خوف من الامتحان ولا هي الشعب ضعيف ولا ايه؟ لو بتذاكر كويس قوي في البيت وهي مش غبيه يعني. لكن درجاتها في أعمال السنة كويسة؟ لا درجاتها مش كويسه للاسف. لا، يبقى كده حضرتك مشكورا، تعمل لنا اختبار ذكاء ونشوفها إن شاء الله. شكرا جزيلا، العفو مبسوطين قوي حبيبي، قوي. العفو حبيبي، تحت أمرك. ابن الرب من سوهاج. ألو سوهاج معايا؟ الو يا دكتور. اتفضل، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا حبيبي. ماشي، وقت التلفزيون. ولو جنبك يا دكتور. ولو جنبك عيال نزلهم عند الجيران الأول. ماشي. يا دكتور. مساء الفل يا حبيبي. لو سمحت يا دكتور، انا بتعالج من القابلية ليا 18 سنة. بتعالج من واخد السكر؟ سبع سنين مع دكتور واحد. لا لا، معلش، ممكن تقول لي يعني انا بطل العلاج ولا بطلش؟ انت بتاخد ايه علاج؟ باخد مرتماش وفروزات، فروزات كبسولتين، لا مرتماش نص برص، لا 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 وارتيماكس 5 مللي. لا، العلاج ده ما بيقفش خالص الا بعد ما الدكتور يلاقيك اتحسنت لمدة 6 شهور لسنة. يعني ليه حوالي شهور بالعلاج لا، لازم ترجع للدكتور بتاعك، لان طبعا انواع الاكتئاب انواع واشكال حسب حالتك،
بيحدد لك. بس اهم نقطة تسمعها مني، ما توقفش الدواء من دماغك. طب ما ولا تعبت من المدة كتير، لا يعني هي سبع سنين معاه. استشيره او استشير دكتور تاني، دي سهلة يعني، اسأل دكتور تاني. ما انا بستشيرك انت يا دكتور. لا، ما انا ما اعرفش حالتك، انا ما اقدرش اعالجك على الهوا، ممكن اذيك، فانا ما اقدرش اقول لك وقف الدواء قبل ما اعرف نوع الاكتئاب اللي عندك. الاكتئاب فيه اكتئاب تفاعلي واكتئاب ذهاني واكتئاب عادي واكتئاب، ما هو لو وسواس قهري ذهاني ما اقدرش اقول لك وقف الادويه خالص. يعقدوا مدى الحياة. الافضل تاخد مدى الحياه، وتتابع مع الدكتور بتاعك تقول له اقل جرعه مطلوبه ايه، لكن توقفه لا. ما هو ده اللي ليه علاج الجرعة. بس ما رضيش يقول لي خدها لا، طب عشان يقول بس، لي 4 شهور تيجي تاني. معلش انا بستأذنك، انا مش هقدر اقول لك المدة لان انا ما اعرفش حالتك. الدكتور اللي بيعالجك شافك وشاف الحالة بتاعك، انت تسأله نوع الاكتئاب ايه. لو هو اكتئاب مزمن او اكتئاب ذهاني هيبقى طول العمر، لكن لو هو اكتئاب تفاعلي بسبب موقف معين، العلاج بيبقى من 6 شهور لسنة. فراجع الدكتور بتاعك واسأله. هو حضرتك يا دكتور جدال ان انت عندك وسواس قهري ذهاني. هو بقى بيحدد لك المدة حسب درجة تحسنك، ارجع اسأله او اسأل اقرب دكتور ليك، لكن انا في الوقت الحالي ما اقدرش اقول لك وقف. طب معلش في حاجة تانية يا دكتور. اتفضل. في النهار بحس بحالة خمول، خمول كده وعايز عندي ليك، عندي في حاجتين هتعملهم، هتسأل الدكتور على الجرعة انه ممكن يخففها لك شوية، ومطلوب منك تعمل تحليل فيتامين د، تحليل فيتامين د، لان ناس كتيرة بيبقى عندها نقص في الفيتامين ده ومش داريانة. ايوه ان شاء الله هتحلله وتقولي الرقم، لو لقيته واطي تاخد مكمل غذائي ان شاء الله، وانا تحت امرك. معانا بنت الرب من سوهاج. الو. ايوه الو. ايوه الو. اتفضلي يا ماما. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. معلش دكتور، انا شفت ان وداني بتصفر تصفير صعب ووش وداني، فمسبب لي صداع، صداع صعب، وجاي لي في ورا وداني صداع ونازل على عينيا وبتصفر. فانا اكتشفت كذا مره قال لي سماعه، فلو ركبت سماعه التصفير من وشي ده هيروح من وداني. لو ركبتيها هيروح يا حبيبتي، هيروح من وداني يا دكتور. آه. يعني وش صعب كانه ما دول وداني بتصفر. شوفي، لو انت السمع عندك ضعيف وفي مشكلة في السمع، عمر ما التصفير ده هيروح غير بالسماعة. يعني لو انا ركبت السماعه، انا خايف بعد ما اركب السماعه اللي يبدا التصفير والوش الصعب ده في وداني، يعني حتى لو كنت نفسيه لو نايمه برضه التصفير بيبقى في وداني. لا، هو انت هتركبي سماعة وهيديكي دواء على فكرة. يعني اكيد يا دكتور ما يروح من وداني للتصفير بعد ما اركب السماعه. يا رب، احنا بنعمل الصح وربنا يكمل ان شاء الله. يا رب يا دكتور، ربنا سلامتك، يخليك. شكرا يا سلامتك. دكتور. العفو حبيبتي. ابن الرب من الغردقة. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. معلش كنت محتاج اسال حضرتك سؤال كده باكتشاف. انا بتجيلي اعراض كده دايما، ان انا اي حاجه حصلت لي من اشخاص مسيئه ليا، سواء اهانه او ضرب وانا صغير، ابتديت ان انا افتكرها ورا بعض. يعني فاهمني بقى حضرتك؟ فاهمك كويس. فطبعا هي مأثرة قوي على نفسيتي، يعني حد اهاني جامد، حد ضربني، حد. هو انت افتكرتها فجأة اليومين دول ولا افتكرتها من زمان ولا ايه؟ لا، هي اليومين دول بالظبط بانت عليها اكتر. يعني ممكن انت يعني تتفاعل معايا الحاجه دي، مثلا حد ضربني مثلا، افضل متفاعل معاها لحد ما انتهى وافتكر حاجه اسوأ منها. قول لي الموضوع مسبب لك كآبة أو حزن أو مضايقة أو كده أو عياط أو كده؟ لا، هو مسبب لي يعني زي يعني إحراج لنفسي، أو يعني إن أنا من جوايا مخنوق ومتضايق. بتحكي مع حد ولا أنت أول مرة تحكي معانا؟ من حتة لا، أو
مرة. طب شوف حبيبي، انت دلوقتي عندك حاجة بيسموها ذكريات الماضي الأليمة، والذكريات دي ليها طريقتين للعلاج. واحدة أهم حاجة ليها إنك أنت تطلع الطاقة دي مع حد تتكلم معاه. أعتقد أنت محتاج تزور دكتور. هو فعلا انا حاطط وقع في حبه مشاكل شويه في مع آه الاسره و أيوه، وممكن تكون، ممكن يكون القديم والجديد دخلوا في بعض. فأنا أنصحك تروح لدكتور، لأن احتمال تبقى محتاج تفضفض، ويمكن يكتب لك كورس مضادات اكتئاب يعني. ده ممكن اوصل لمرحله اصعب من كده ولا لا يا اخي، ما فلا الله ولا فالك ليه، بس ده احنا في ليله مفترجه النهارده يوم 3 نوفمبر، ان شاء الله كل خير. يوم 4 معلش، لكن 3 كويس قوي ان شاء الله. سيبها على الله بس يا اخي، اعمل اللي عليك وما تقعدش تتوقع الاسوأ. ربنا يكرمك هي وتبقى زي الفل. ليه الذكريات بتجيني يعني هي ليه الذكريات المؤلمة مع الظلم اللي أنا فيه الذكريات، ليه اصل الذكريات وحشه مش متربيه، هي الذكريات كده تبقى مع قليلة التربية، بتجيلك غصب عنك. هي كده، هي بتبقى الواحد لما بيتوجع بيشيل الوجع جواه، لما بيطلعه ويفضفض ويتكلم مع حد بيعرف يعمل حاجة اسمها نظرية وقف الفكرة، لأن الأفكار دي حصلت لك خلاص، تعمل إيه بقى فيها؟ ما بنقدرش نتعامل مع اللي فات، لكن نقدر نتعامل مع الفكرة. وظيفة الدكتور لما تقعد معاه يعلمك إزاي توقف التفاعلات مع الأفكار اللي جواك، دي حاجة اسمها نظرية العلاج الفكري. عارف فكري؟ عامل فكرة آه، أخو شكري، هو ده بالظبط عم فكري ده. فأنت حاجة بتجيلي بفكري، بدخلك في شكري. طيب يا حضرتك يا دكتور لو اعطاني ادويه مثلا انا راجل يعني فواز لا في او الأدوية، عندي لا لا هل الأدوية اللي في دماغك دي انتهت من 50 سنة. الأدوية اللي بتنيم، الأدوية دلوقتي خلاص الدنيا اتغيرت خالص، بقت الأدوية حديثة جدا، وبقت ما بتأثرش على النوم ولا على الصحيان ولا على حاجة خالص. تخافش، هتبقى كويس إن شاء الله يا حبيبي، تحت أمرك. رانيا من القاهرة، ازيك يا رانيا؟ ازيك يا دكتور عامل ايه؟ صدقيني الحمد لله. انا بقى عندي 20 سنة. اهلا بيكي. بص يا دكتور انا عندي مشكلة مع الانيميا، يعني انا باكل وباخد فوار الانيميا وبتعالج وبرضه ما بتزيدش خالص. ثواني يا حبيبتي، انت الهيموجلوبين عندك كام؟ هو عندي دلوقتي حاليا 10. 10 مش وحش على فكرة، هو الوحش تحت 7. بس سؤال، الانيميا بتاعتك سببها ايه؟ بس هي بتتعبني، بحس بدوخة، بحس أنا مش عارفة، لا بيبقى عندي ثواني، توازن. انت بتتعالجي من نفسك ولا رحت للدكتور؟ لا أنا رحت للدكتور وكتب لي فوار الأنيميا. ايه الفوار اللي بتاخديه؟ الدكتور الفوار اسمه برافوتيني. اسمه برافوتين. اولا ده كويس جدا، أيوه. والانيميا بتتحسن، عشان تتعالج لازم تاخد لها 3 شهور. بس انا لو انا ما اتحسنتش بعد 3 شهور، الهيموجلوبين بتاعك ما بقاش 12 13، انصحك تروح لدكتور امراض دم. هو يا دكتور اصلا الانيميا كان عندي 10 ونص، بس دلوقتي بقت يعني عملت اعاده تحليل لقيت الانيميا بقت 9.8 يعني انت بعد لما ما خدت الفوار. لا بصي بقى، هو في سبب للانيميا لازم نعرفه، لان الانيميا انيميا نقص الحديد في حاجه من 3، يا اما اللي بتاكليه قليل، يا اما نخاع العظم مش شغال كويس، يا اما عندك مشكله بتفقيد الحديد في الجسم. فلازم دكتور الانيميا يحدد لك نوع الاكل، ويحدد لك يكشف على الجسم بحيث يشوف هل في حاجات يعني مثلا زي طفيليات في المعده يكشف عليها. زي انت واقفه في الشارع حبيبتي ان شاء الله؟ لا لا اه، ولا واقفه عند جارتكو على السطح؟ انا شايف في لا زمامير. عندي في البيت. اه، ما انا موعود الليله دي بالزمامير، ما يجراش حاجه، موعود. شوفي حبيبتي، بس تروح الدكتور دم شاطر. اولا الدواء اللي بتاخديه دواء كويس، عاوزك بس تزودي اكلات فيها حديد، يعني يعني انا باكل اكلات حديد وباخد عسل اسود وتفاح وفاكهه وكل حاجه. طيب لو كده المشكلة ما تحسنتش تاني أو بتنزل، لازم تروح لدكتور أمراض دم، مش دكتور بطن بقى، دكتور أمراض دم، لأنه هيطلب منك تحاليل متخصصة.
حاجات متخصصة في مستوى الحديد في الدم وحامل الحديد ومخزن الحديد، حاجة اسمها تي اي بي سي وحاجة اسمها فيريتين، بيعرف منك نوع الانيميا، لان في انواع من الانيميا عاوزة علاج متخصص بقى، او مش مجرد حديد في الدم وخلاص، دكتور امراض دم. سلامتك حبيبتي، الف سلامة. بنت الرب من المنيا، ايوه بتوع المنيا ما هلوش النهارده. ازيك يا مانيا؟ يا دكتور اهلا اهلا. معاك بنت الرب من المنيا، بسأل على ان انا عندي وصفة حلاج، الدكتور قال لي عندك زئبة حمراء، بس انا ما عنديش اعراض للزئبة خالص، ما فيش اعراض، بس ما انت هو قال لي تحليل المناعة عندي هو اللي عايز شوية. ثواني، يعني هو قال لك عندك التحليل الايجابي بس انت ما عندكيش اعراض؟ خالص يا دكتور ما فيش، انا بس المستر بتاع ايدي بس هو اللي تعبني بس مش اكتر. مفصل في ايد واحده ولا ايدتين؟ لا هي واحده بس يا دكتور. كتب لك علاج ولا ما كتبلكيش؟ هو كتب لي كورتيزون وكتب لي حاجه تنزل المناعه، بس انا ما جبتهاش، يعني من شهر 6 انا ما جبتش، ما خدتش اي علاج. والالم بيزيد ولا زي ما هو؟ لا هو كان ساعة ما كشفت كان متعب شوية، بس دلوقتي مفيش أي ألم. قلبك أبيض، طب مكلماني ليه الليلة بقى؟ أنت كده كويسة وزي الفل. ما أنا خايفة ممكن يبقى التحليل بايظ، فأنا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أمشي إزاي. ادي التمرجي 5 جنيه أعمل لك تحليل كويس. يعني ايه تحليل بايظ؟ مش فاهم قصدك ايه، ما تعيديه تاني. يعني كل يعني في حد شاف التحليل كان ممكن يبقى عندك زيبه، بس ما فيش الاعراض بتاعتها، اه عادي عادي جدا انه ممكن يبقى عندك التحليل ايجابي وما فيش اعراض، في ناس كتير عندها كده على فكره. يعني ما فيش حاجة اسمها التحليل، التحليل ما بيبصش، هو المعامل أمينة، لو في تحليل إيجابي. اه هو المعامل، بص لو عملتي، لو ما عندكيش اعراض وعملتي التحليل وعندك اعراض الذئبه، يبقى انت ما عندكيش حاجه، لان في ناس كتيره طبيعيه بيبقى عندها اعراض التحليل، الارقام زياده. قلبك ابيض، قلبك ابيض، قلبك ابيض، اعملي التحليل تاني، ولو ما عندكيش حاجه ما تاخديش حاجه حبيبتي. معانا؟ ازيك يا مريم؟ ازيك يا دكتور؟ مساء اهلا الخير. اهلا، ازيك حبيبتي؟ اولا احنا بنشكر حضرتك طبعا على البرنامج الجميل ده، واحنا متابعين حضرتك، ويا رب من النجاح النجاح دايما يا ستي. ولا جميل ولا حاجه، انا ده مكتب واحد بقالي 3 سنين ما اتحركتش. لا بس جميل عشان حضرتك اللي لا لا ده عليك. انا بتعاكس على بالليل يعني. طب ماشي ماشي ماشي، قولي. حضرتك معايا ابني شاطر جدا وذكي، لكن بس عندي في المذاكره ما يحبش المذاكره خالص. هو حد بيحب المذاكره يا مريم؟ ماشي، بس يعني ما بيحبهاش، بس يعمل الواجب يذاكر ده خالص، ممكن اليوم كله ما ينجيش مثلا طب صفحه مثلا خليكي يحل حاجه ولا خليكي بتاع. خليكي معايا، هو الواد ما بي يعني ذكي بس ما بيركزش. ممكن يركز في حاجات معينه، يعني لو في تلفزيون برنامج بيحبه ممكن يقعد قدامه بالساعتين مركز فيه. لا انا بتكلم عن المذاكره، المذاكرة يركز مع المدرس، لو بيشرح وفي حوار يركز معاه جدا. طيب هو الولد حركته كتيرة؟ نعم حركته كتيرة؟ حضرتك احنا كنا بنعالجه وفرط حركة ما هو على غالي. حضرتك وخلصنا بقى كويس. شوفي هو ممكن يبقى محتاج كورس تاني حبيبتي، بس هو حاليا فرط الحركة خف، يعني ما هو احيانا فرط الحركة يخف، بس عدم الانتباه يتنه موجود، فممكن يبقى محتاج كورس من ادوية مختلفة لعدم الانتباه. بسيطة يعني، موضوع بسيط خالص، واللي عالجه من الاولاني يعالجه من التاني عادي. ايوه ما احنا كنا متابعين مع حضرتك يا ستي، فوق دماغي انا او غيري كل الدكاترة شاطرين. يا رب يخليك، بس عارف يعني ما يحبش مثلا الرسم، بس ممكن شوفي اقول لك حاجة حاجه لو عايز يشتغل هقول لك يعني حاجه، ممتاز جدا. جربي طريقه الحوافز، يعني جربي انك انت تدي له حاجه يعملها وتدي له درجات كل يوم، وقولي له كل يوم هديك درجه من 10، لو جبت 100 درجه نجيب هديه. فجربي طريقه يا رب الحوافز. صدقني يا دكتور هو حلو خالص وشاطر، بس مش عارفه اخليه يعرف يذاكر، مش يبقى عارفه ليه. بتعالي انت عالجك انت بقى، بلاش هو. اوكي انا هقعد معاه.
لا لا هياخد، هو محتاج حاجة للتركيز غالبا بسيطة يعني. يعني لسه محتاجة لك تاني. اه بسيطة، كله بسيط محلول، ما تخافيش يعني. اوكي شكرا عناية يا خالص حبيبة دكتور. تحت عندي أمرك. ابني التاني هسأل ولا كفاية كده؟ اه بس بسرعة عشان الوقت. اوكي هو من نوع الاطفال اللي هي المشاهدين دول وذكي وحلو بس عنده عدم ثقة بنفسه. لا الثقة بنفسه دي انت ما بتديلوش مسؤوليات وتثقي انت فيه هو يعني. انت جسمه قليل فبيخاف فحاسس ان هو يعني ما فيش ثقة خالص شوفي وبيخاف من اي شوفي حاجة. شوفي، اديله مسؤوليات اطلبيها منه وقول له اعمل كذا، هات كذا، ودي كذا، نظم كذا، تعالى ننزل نشتري حاجة من كذا، حاسب السوبر ماركت، اقف معايا في ما كذا. هو بيخاف يروح اي مكان لوحده، بيخاف ينزل السلم لوحده. طب اجي لكم البيت اعمل كده ولا ايه رايك؟ لا انا هعمل بنفسي بس هعمل ايه عشان هو هو بيخاف اللي انا يطلع بقوله لك ازاي؟ ده، امسكيه سنه سنه واطلبي منه المسؤوليه يعملها، كل ما تطلبي منه حاجه هايل برافو ممتاز، سنه سنه هيصدق انه كويس، بس لازم احنا نقول له كلام حلو ورا كل حاجه، ان شاء الله حاجه قد كده يعملها، ودي الطبق ده حطه في كذا، برافو ممتاز، شفت شاطر، وضب يعني النتيجة هتبقى بطيئة بس إن شاء الله في نتيجة يعني بإذن صحيح. الله. لا مش بطيئة، تبقى سريعة إن شاء الله. تحت أمرك. معانا؟ طيب بص حبيبتي، عشان بس معلش الخط قطع. المسؤولية فيتامين الشخصية، يعني كل ما تحملي ابنك مسؤولية وينجح فيها شخصيته بتتقوى، احنا بنتقوى بالطريقة دي، إن حد يثق فيا فالمسؤولية تبتدي تربي فيا ثقتي بنفسي. أم كرولوس من أسوان، ازيك يا أم كرولوس؟ مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ستي، أهلا بيكي. أنا يا دكتور بقالي 3 سنين بتعالج من الغدة أيوة والدكتور مديني برشام اسمه سيروكس 50 كويس. وباخد فترة يا دكتور نفس الأعراض اللي شكيت فيها الأول اللي هو خمول وكسل وجسم مكسر ومش قادر أعمل حاجة، باخد أيام بتظهر تاني الأعراض دي. لا واضح ان الجرعة مش مظبوطة. هو كان مديني يعني انا بقوم الصبح حوالي الساعة 5 كده قال لي تاخدي المشامة لازم تاخد ساعتين حتى تقومي تشربي اي حاجة. حلو، بس المهم حللتي بعد البرشامة التي لا 3 وتي 4؟ انا حللت اخر تحليل كانت الدرجة فيه 3.5، يعني 3.5. يعني كويس ولا مش كويس التحليل بالمقارنة باللي فات؟ هو انا مش عارفة يا دكتور، هو الاول كان 5. لا بصي بقى، انت لازم تراجعي الدكتور بتاعك، لان احتمال ان الجرعه بتاعتك تبقى قليله. يعني ممكن نزودها تاني؟ اه بتزيد، ما انت 50 ده اول السطر، ممكن 50 ممكن 75 ممكن 100، بس ده مرتبط بالتحليل، لازم تراجعي التحليل مع الدكتور، يمسك القديم هو انا والجديد. دكتور رحت له من يعني قيمة 20 25 يوم كده قال لي يا ماما نتيجة التحليل كويسة والبرشام ده هتمشي عليه على طول. ما هو ده صح، بس انت بقى تكلميه في التليفون تقولي له انا حاسه ان انا مكسره وخملانه، ينفع ازود الجرعه ولا لا؟ ماشي شكرا عينيا يا يا دكتور حبيبتي تحت شكرا. امرك، العفو حبيبتي. ابن الرب، من عيلة ابن الرب كلها بتتكلم النهارده. ايوه يا ابن الرب، الو سلام المسيح معاك يا دكتور. سلام يا حبيبي ونعم، اهلا بيك. حابب اسال الدكتور على احدث علاج للقولون العصبي علشان هو ساعد حد عزيز عليا جدا وجربنا كل الادويه يعني حقيقه لما عملنا جلدار على المعده واخدنا بايوبسي والتهابات بسيطة جدا وأقل حد بيكلمه الشخص اللي أنا بتكلم عليه ده بيتعب جدا ويتبهدل ويفضل يرجع تضييع مستمر ومش بيهديه أي حاجة خالص. بص كده انت هتحتاج طبيب نفسي، مش موضوع علاج للقولون وبس. لما القولون العصبي بيبقى عنيف قوي كده بالاضافه لادويه القولون، بتبقى محتاج طبيب نفسي يهدي العصب الحائر، لان القولون تبع العصب الحائر. اه عارف العصب الحائر؟ طب عارف الحائر، بلاش العصب. اما هو العصب الحائر ده فعلا اسمه العصب الحائر، انه بيحير فعلا، فالعلاج عايز اقول لحضرتك يعني معذره من المقاطعه يعني ناخد كل الادويه وكل المسكنات ما نقدرش غير على نوع من المراود. ما هو فعلا كده، احيانا بنضطر ندي انواع من ادويه مضادات الاكتئاب ومضادات التوتر
لدرجة ان احنا بنعتبره مريض نفسي عضوي، بيسموه سايكوسوماتيك. فانصحه بقى بدل ما يروح لبتاع جهاز هضمي بس، يروح لدكتور امراض عصبية ونفسية. مش الموضوع هيبقى متعب نفسيا للشخص ده دكتور، ما يروح لمريض نفسه كده الدكتور نفسه؟ خليه يروح لواحد بيطري، طيب يمكن ارحم شوية. اعمل انا ايه طيب في الليلة اللي مش عايزة تعدي دي؟ ده بقى ارد عليك اقول لك ايه يا فتح اسمك ايه؟ اعمل انا طيب ايه في الليلة الغريبة دي؟ بقول لك روح للدكتور، هو زعلان خلاص يستنى لما يوافق. ده حاجة انا زعلت منك صدقني. لا لا حاضر ده بعمل ايه طيب؟ لا بالعكس، بس هو هي الفكرة، بس خلينا نقول حاجة يعني غير الضحك، يعني الفكرة انه المرض النفسي زي المرض العضوي، ان احنا مش واخدين بالنا ان النفس ده جزء من المخ، فكأنه راح لدكتور عضوي وخلاص بقى الزمن بتاع روح لطبيب نفسي وعيبه وما يصحش. ده هو ما عندوش مرض عقلي حاجة، ولا حتى المرض العقلي بقى يكسف، ما عندوش حاجة تضايقه يعني، فيروح لان انا للدكتور. في علاج قوي جدا في موضوع العصب ده دكتور، بتحس هذا القولون ده له اه، مستحيل جدا. ما هو لازم هياخد دواء نفسي بالمنظر اللي حضرتك بتحكيه لي ده، مع خبرتي وهي ليست قصيرة، هياخد دواء نفسي وغالبا هتلاقي وراه مشاكل. هتلاقي الشخص ده عنده مشاكل، والمشاكل طافحة في القولون، ما انت عارف. العصبية وهذا الخلاف اه القولون بالظبط، ما هو بص المشاكل بعيد عنك بتطفح في حتة، تلاقي واحد المشاكل طفحت في الضغط، واحد طفحت في القولون، واحد طفحت في الجلد، فهي طفحة عنده في الحتة دي، عايزين نسد المجاري دي بقى، فلازم نعالجه ان شاء الله، ويتولانا معاك ان شاء الله حبيبي تحت امرك. جميل من سواك، ازيك يا جميل؟ اهلا اهلا، اهلا بيك حبيبي. مين معاك؟ دكتور ميدي؟ ايوه صدقني هو. ولا امال قدامك في التلفزيون ليه؟ طب يعني انزل تحت المكتب ولا اعمل ايه طيب؟ دكتور انا عندي طفل صغير 3 سنين ونص، ايوه لما يشوف اي حد يبكي لازم يبكي وصرخ. اه وانت كده برضو زيه؟ لا حد في البيت عصبي؟ نهائي. يعني انتوا في البيت نسمة ملايكة طايرة في السقف عند السقف؟ لا هو حفيدي مش ابني، حفيدي طب سيبك من حفيدك ولا ابنك، ابوه وامه نسمة؟ هدين جدا 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 فوق المخيل. الواد حساس شوية؟ اول وديته الدكتور قال لي عنده السمع حساس شوية، سمع يعني ما اعرفش، قال لي السمع، قال لي عنده الحس شوية حساس. لو هو بس بيعيط ونقدر نسايسه بالكلام خلاص، ده حاجة طبيعية في ناس لا يا عندها. دكتور ده بيعيط صعب جدا انك انت تفكر. لا يبقى أنصح نروح نزور طبيب أمراض نفسية أطفال، يقعد مع الولد نشوف إيه الموضوع. رحنا وقال ما فيهوش أي حاجة، بس هو عنده الحس شوية كده، مرهف الحس شوية. خلاص لو طلع، لو الدكتور كشف عليه قال لك ما عندكش حاجة، يبقى الموضوع سلوكي بس. وديناه الدكتور التزام برضه وقال ما عندوش أي حاجة. لا لا سلوك، مش انف واذن لا يعني دكتور، التزام. لا مش اتزان خالص، بكلم على دكتور سلوكي، دكتور اخصائي نفسي سلوكي، سلوكيات يعني يعلمه يتعامل ازاي مع المواقف. والواد عمره قد ايه؟ 3 ونص. ورحت لدكتور نفسي فعلا وما كتبلوش علاج؟ لا خالص، قال هو طبيعي جدا ما فيهوش طب اي حاجه. خلاص يبقى هو الموضوع شوية سلوكيات مش أكتر من كده. ده احنا خايفين نوديه الحضانه عشان ما يبكيش وكده يعني. لا هو بقى لو لقيته بيبكي في الحضانة هيحتاج علاج. ماشي يا دكتور. حبيبي تحت أمرك، أنا تحت أمرك. معانا أمل من القاهرة، ازيك يا أمل؟ ازيك يا دكتور عامل ايه؟ صدقيني كويس. الحمد لله. بص أنا كنت عايز آخد رأيك مع مرض كان ابني سنة 3 سنين أيوه بس شايل خالص، يعني مش عارفة أتعامل معاه ازاي. سمعتي الحلقة بتاعت فرط الحركة وقلة الانتباه؟ لا هو فرط الحركة ده حاجة والشقاوة بتاعتي حاجة تانية خالص، يعني أنا مش عايزة أعرف أتعامل معاه إزاي في شقاوته، بيحتم أمره على حاجات أجيبها له ولازم أجيبها له، حتى لو الساعة 12 واحدة بالليل عايز لازم أجيبها له. ما هو ده فرط حركة يا حبيبي. بصي بصي بص، عشان الوقت، عشان الوقت بس بيجري بينا حبيبتي، في حلقة أنا عاملها على التلفزيون على اليوتيوب اسمها فرط حركة وقلة انتباه،
اسمعي الحلقه دي، انا كاتب علاجات سلوكيه، كاتب قايل فيها، اسمعي على اللي خش على قناه اليوتيوب بتاعتنا واسمعي الحلقه كويس، هتلاقي اجابه على السؤال ده. انا يا حبيب تحت امرك. معانا زكا من سوهاج. ازيك يا زكا؟ انا صدقني الحمد لله لابس بدله وكويس النهارده، اول مره البس بدله. عناية حبيبي تحت امرك. لو سمحت لي معايا، كان عصب رجلي كده في منمل. ايوه. جات انا اتعالج بعد ما عملت شعري. ده الغضروف. عملت شعري على ظهري وكان في ميلان بسيط يعني. ده الغضروف دايس على العصب، وعملت ايه طيب؟ سؤالك ايه؟ وبعد كده ايوه كده راح طلب مني رسم عصب على رجلي. ايوه اخر يعني سؤالك ايه؟ لسه رجلك منمله؟ رجلي منمله. طيب هو انت دلوقتي عملت علاج طبيعي على ظهرك؟ عملت علاج طبيعي، قعدت سنه اعمل علاج طبيعي وعلاج اخذ علاج ثاني. طيب هو دلوقتي انت محتاج تراجع دكتور الاعصاب تاني، في احتمال الدكتور يديك حاجة في ظهرك، ابرة مضادة للالتهاب. لا هترجع له تاني للدكتور، لان في احتمال حاجة من اتنين، يبقى العصب لسه مضغوط في الغضروف، فالدكتور بيدي ابره في الغضروف يسحب الالتهاب اللي موجود، او يطلب منك تكرر العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي تاني. هو قال لي يعني قال لي عصب جلالك العرق النسي. ما ده عرق النسي فعلا. ما هو كده، لو ما ارتحتش على العلاج هتبقى انت عمرك كام سنه؟ عمري 63. لا 63 مش هتعمل عملية، كل اللي هتعمله تبقى حقنة في ظهرك بس. بس هو كان ميلان بسيط كده يعني، ما يتعرفش. لو بسيطة ما تاخدش بقى حاجة غير العلاج والعلاج الطبيعي يعني، وتحاول تخس وتلعب شوية رياضة. ماشي، شكرا. ألف سلامة، ربنا يديك تحت أمرك يا حبيبي. معلش حتى لو مشيت شوية يعني تبقى دي رياضة كويسة لظهرك يعني. ماشي. ألف سلامة حبيبي. العفو حبيبي، ألف سلامة. أحبائي المشاهدين، كانت النهاردة حلقتنا التانية عن الانتحار الوجداني، وخلصنا الموضوع. الحلقة الجاية في موضوع جميل جدا انتظرونا فيها، هنسيبه مفاجأة. بفكركم ان الفيسبوك هيطلع على الشاشة دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. لاحظت في الفترة الأخيرة، عفوا ومع كل الاحترام، في صفحات حتى اسمي وصورتي غير الصفحة الكبيرة اللي عاملة اسمي وصورتي. كل الصفحات اللي عليها اسمي غير الصفحة اللي قدامكم دي اللي مكتوب عليها الصفحة الرسمية الوحيدة لا علاقة لي بها، اللي مكتوب عليها يخصها، لان في ناس انا لاحظت بيخشوا يكلموني هناك، انا مش هناك، انا هنا على الصفحة دي. فالصفحات دي يتحمل اصحابها مسؤوليتها، لكن دي مش صفحات تبعنا، عشان لو اي كلام اتقال هناك او اي حاجة اتقالت هناك او حاجة زي كده بيتعاملوا احيانا باسمي وما بيوضحوش ان هم يعني مش مرتبطين به، فارجو الحرص والانتباه يعني. نفس الصفحة دي الاسم دكتور مجدي اسحاق، لو على اليوتيوب مكتوب عليها اسمي، صفحة دكتور مجدي اسحاق اليوتيوب، عليها كل البرامج بتاعتنا اللي موجودة سواء النفسية او الروحية او الكتابية. بفكركم ان حلقتنا النهاردة 8 بالليل الثلاث على الهواء، تتعاد غدا الاربعة الساعة 2 الظهر، ثم تعاد اخيرا يوم الجمعة الساعة 5 مساء. كان لي عظيم الشرف ان انا التقيت بحضراتكم النهاردة، يا رب اكون قدرت اساعدكم. انا فرحت بيكم وضحكت معاكم، مش عليكم طبعا، انتوا عارفين ان بنحب الضحك عشان نخفف عنكم، انتوا كلكم فوق دماغي، وارجو كلكم تبقوا يعني في اسعد واجمل واحلى صحة يعني. والى ان اراكم في الحلقة القادمة الاسبوع الجاي، لكم مني ارق واحلى واطيب الامنيات، تصبحوا على مليون خير.